تعالى اوريكم الناشط الدكتور شادي الغزالي حرب اللي بقالنا كتير جدا ما سمعناش عنه خالص. الحقيقه عملوا بيان، لو انتوا فاكرين البيان ده اللي احنا عرضناه لحضراتكم، البيان ده بقى بيكملوا مساره، وكل ما بيكمل المسار بنبدا ننتبه مين هم دول. البيان لو انتوا فاكرينه اهو قدام حضراتكم النهارده، ومن على الصفحه بتاعته بيان مقاطعه وبيدعو كل الناس طبعا اصدقائه انهم يدخلوا ويوقعوا، وبيدعو الى مقاطعه الانتخابات. وده الحقيقه بيخلينا نسال نفسنا، هو المشهد ده معناه ايه؟ يعني ببساطه كده عايزه بس اقول لحضراتكم ان احنا قلنا لكم ان الناس اللي وقعت على البيان ده نفسها يعني اتخانقوا وقدموا نفسهم بوصفهم طيارين، علشان كده الاستاذ حمدين في المؤتمر اللي اتعرض ان اللي عقد النهارده لانه ما كانش موقع في البيان، بس البيان اللي اول الاسماء فيه عبد المنعم ابو الفتوح هو نفسه البيان اللي بيشتغل عليه شادي الغزالي حرب. طيب احنا هنا قدام ايه بالظبط؟ احنا محتاجين نفهم ايه؟ علشان كده الحقيقه المفاجآت ما هيش يعني عماله تاخدنا من اليمين للشمال. ويعني فكره اطلاق هاشتاج ان الانتخابات غير شرعيه ده يخلينا كده عندنا مشكله. والحكايه بتقول ان المساله مش هتقف بس عند شادي الغزالي حرب، لان لما الاقي برلمانيين من تكتل 25 30 يعني اعضاء مجلس نواب قرروا هم كمان ان هم يطلعوا بيان، وهم المجموعه دي نفسها اللي منها النائب طلعت خليل والنائب هيثم الحريري والنائب احمد الطنطاوي والنائب ضياء داوود بيطلعوا هم كمان بيان وبيقولوا فيه انه لم يعطوا تزكيه للرئيس عبد الفتاح السيسي او لموسى مصطفى رئيس حزب الغد. لما البيان قال ان الاغلبيه الساحقه من المواطنين ازدادوا فقرا، ازدادوا بؤسا، ده بيان اعضاء برلمان خلال الاربع اعوام الماضيه، يعني اعضاء تكتل 25 30 شايفين تقريبا مضمون الكلمه التي القاها الفريق عنان، شايفين ان في انهيار في كل الخدمات. تاني هنا هقف شوية، لأنه هو الحكومة اللي شكلها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة دي اللي كان بيرأسها الدكتور حازم الببلاوي، والحكومة دي اللي كان فيها الدكتور زياد بهاء الدين، والحكومة دي اللي كل رموز اليسار وحركة المعارضة اللي هي حركة لا من أجل لا لم تستطع أن تقدم حل ولا لقضية واحدة. يعني هو الوزير أبو عيطة عمل أي إضافة للحركة العمالية في مصر عندما كان وزيرا مسؤولا عنهم؟ طيب هو الدكتور حسام عيسى لما تولى حقيبة التعليم في حكومة الدكتور حازم الببلاوي هل استطاع أن يحل مشكلة جامعة النيل على سبيل المثال؟ يعني أنا هنا يهمني جدا إن تبقوا شايفين المشهد إزاي بيحصل، علشان لما قلنا لحضراتكم إن الدنيا هتفضل ماشية بهذا الشكل كان لازم تاخدوا بالكم. عايزة أقول لحضراتكم هو محمد خالد داوود. خالد داوود في المؤتمر اللي تم عقده اليوم واللي هو حضره زي ما حضراتكم شفتوا كده في الاس اس، شفتوه ازاي يعني في الصورة، الحضور ده في حد ذاته بيفكركم باشياء كتير، بيفكركم بواحد قسم الحزب بتاعه واستغل يعني خروج كل الشخصيات الكبيرة من هذا الحزب وقرر انه يتحول من مجرد مستشار اعلامي لرئيس حزب ومسؤول، وما بقيناش نعرف هو حزب الدستور ده فين أصلاً.